السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد، ناس جداد، مرحبا بكم كاملين، والناس القدام نتوما هما مالين الدار بكم، ومرحبا بالناس كاملين من طنجة حتى للقويره وداخل وخارج الوطن. مرحبا بالناس ديال برا وكل شيء، مرحبا بكم كاع كاملين. المهم اليوم بغيت ندوزج معكم الغديوه ديالي اللي هي عباره عن الحوت، الكالامار، الميرلا، والصول، والشطون. دابا غادي ندير شويه ديال، غنوجدو الشرميله جميع، غندير شويه ديال الحار، هذه مزيودات وسبق لي وقطعت القزبور هنايا بهذه الكثره، بهذه الكميه كما كتشوفوا. غادي نزيد القزبور مقطع مزيان البنات، والثومه كما كتشوفوا، نخلطش بالموس. دابا غادي نديرو التحميره ديالنا البنات، التحميره راكم عارفين الحوت كيبغي التحميره تكون بزايد. ها انتم البنات التحميره، نديرو التحميره. هذا غادي نصيبو مزيان التحميره، وغنديرو مليحه البنات، وشويه ديال الخرقوم، والكمون كما كتشوفوا، كثروا الكمون حيت الكمون كيجي مزيان مع الحوت. واخر حاجه درنا مليحه، وغادي نديروا الزيت البلديه البنات، انا كندير الزيت البلديه، وغادي ندير الحامض بيان سور، غادي نزيد الحامض، غنعصر نص حامضه حتى الحامضه يا حلا، حسب البنات شوفوا نتوما والقياس ديالكم. وغنقطعوه قطيعات، كيجي غزال البنات، كيجي الحامض الغزال مع الشميله ديال الحوت ديالنا. نصايب بيدي من الاحسن، كثروا الثومه البنات، كثروا الثومه والملحه حيت كيجي زوين، والحامض الا كثرتوه راه كيجي خطير غزال البنات. دابا غادي نديرو اللحم ديالنا اللي سبقنا وقطرنا مزيان كما كتشوفوا. ها هو هذا عندنا الصول، هكا كندير لها البنات، نكملو الصول بعدا، ندوزو عليه هكا مزيان، غادي نزيد فيها شوية د الما حيت كتشوفوها ناشفة، غادي نزيد فيها شوية د الما البنات. ولا راه غادي يطلق الحوت، وهذه الميرلا جوج طريفات، هادو هما اللي لقينا في السوق، مشينا لقينا قريب يتسالى الحوت، قرب يتسالى، ها هما هادو، نديرهم في وسط منهم طريف ديال الحامض، وهذا الكالامار اللي سبق لي وقطعته معكم قطيعات، هكا قطعته قطيعات، يمكن لكم ديرون قطيعات مدورين ولا هاد القطيعات بحال هكا على حسب الشكل اللي بغيتو، كيجي خطير البنات. والكالامار راني سبق لي ودرت معكم واحد
درتو معكم في القناة، كيجي زوين بديك الطريقة بالبيض وبالطحين، كيجي خطير البنات بديك الطريقة، كيجي زوين بزاف. يبقى غادي نخلي الحوت ديالي يتشرمل هنايا كما كتشوفوا البنات، غادي نخليه يتشرمل هنايا وغادي نمشي نجيب السردين لي سبق لي وحضرت. ودابا غادي نصاوبو الشطون ديالنا كما كتشوفو، ها هو هذا الشطون البنات، غادي نديرو عليه عاوتاني الحامض، غادي نعصرو فوق منو الحامض مزيان، وهذا غادي نديروه غير ب غنديروه البنات غير بالملحة والإبزار، كيجي هائل البنات، سواء درتو الحوت بالتشرميلة ولا غير إذا كنتو مزروبين درتو غير بالإبزار والملحة والحامض، عرفتي كيجي خطير البنات والله العظيم إلا كيجي خطير، عرفتي والله ما تشبعو منو إلا كيجي خطير. أي 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 جرحت يدي. هنايا غادي نزيد، هنايا غادي نزيد، ما تخافيش ما تخافيش حبيبه غير شويه، هنايا زدت غادي نزيد عاوتاني الحامض ونزيدو حتى هنايا داك اللي الكالامار والميرلا ديالنا والصول، هكا انا كندير الحامض البنات باش كيجيني ساهل، كيهبط كله ب ما كيخلي حتى شي حاجه كيتعصر كله، يعني كتقلبوا الموس باش ما كيجرحكمش. صافي دابا غادي نديرو الملح راكم عارفين البنات تشرمي هاد الحوت ولا الحوت بصفه عامه راه كيبغي الملح، كيبغي يكون مالح. دابا غادي نديرو الكمون الابزار او دي بلوتو الابزار، ها هما دو البنات معلقه ديال الابزار، وغنسدوه ونخليوه يشرب الابزار ديالنا والحامض ديالنا، غنديرو له بهاد الطريقه هكا ونخليوهم من بعد غير يشربوا لنا التشرميله ديالهم، غادي غير يشربوا لنا التشرميله غادي نقليوهم ان شاء الله. غادي نديرو الكالامار الطريقه اللي قلت لكم، كنديروه صفر د البيضه كنطربوها مزيان، كنطربو بيضه كنطربوها مزيان مزيان مزيان، ومن بعد ومن بعد كنبقاو نصايبو فيها وعاد نصايبو في لاشابلوغ ولا في القمح ولا شي حاجه باش نقليو. وصلوا الميرلا خلاص كنقليوهم عادي، كنديروهم غير في انا كنقليهم في السميده ولا في الطحين ديال القمح باش كيجيو زوينين، واكثريه السميده الرقيقه كيجيو فيها القلي زوين، المهم كنقليهم في هذا الشيء، هذا فاش كنقليهم. وخلاص الكالامار كنديرو في الصفر د البيضه وعاودو كندوزو في لاشابلوغ وعاد كندوزو في السميده وكنديرو في الصفر د البيضه في البيض مطرب وعاد كنقليه. راه الطريقه عندي في القناه، راني كنت صايبت الكالامار مشرمل وني كنت صايبتو زوين زوين، جا كيجي خطير البنات. الا بغيتو تدخلوا القناه غتلقاو الكالامار في لي فيديو وغتشوفوا الطريقه ديالو كي دايره. يلا نتلاقاو في الشكل النهائي، وهكا انت هي الغديوه ديالنا، وتهلاو فراسكم وغنتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. يلا باي باي.
كما كتشوفوا البنات حنا كنقليو دابا الحوت ديالنا اللي سبقنا وشرملنا قبايل، ولكن خصها تكون الزيت سخونه البنات باش يصلح باش ما كيلصقناش الحوت ديالنا على المقله ويجي مقرمل. هانتوما كما كتشوفوا البنات البنات انا دابا خليت الزيت حتى سخنات مزيان، وهنا كنقلي الصول ديالنا والميرلا ديالنا اللي سبقنا وشرملناهم قبيله، خليتهم بعدا يتشرملوا واحد ساعتين بقاو في الشرميله ديالهم، وعاد دابا كنقليهم. غير هو خص ضروري على زيت سخونه تكون سخونه بزاف. وهنايا وجدنا واحد المقيله ديال الشطون على هذا الشكل هذا. المهم انتم معانا نقليو ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. والكالامار مازال ما درنا حيت البلاصه ديالو على ما تخوى البلاصه ديالو اللي سبقنا ودرته في بيضه مطربه، ومن بعد عاد درته في السميده الطحين ديال القمح هذا، طحين القمح باش كيجي مقرمل ماشي الفورس، الفورس ما كيجيش مقرمل، وصيفته على هذا الشكل هذا. وهذا بقالي غادي نخدم كما كتشوفوا حنا كنقليو الكالامار، ها هو قرب راه المهم راه رجع دابا من الذهب، ها هو شي وحدين راه طابو. يلا دقنا السيزو هير شفنا داك الشيء كي داير. زوين واه ايوا بالصحة والراحة. ايوا اول سيدي قال لك زوين، يلا باش ما نكونش انا بوحدي كنزيد مع راسي. ايوا والله الا كيجي زوين البنات بصحتكم وراحتكم. وها هو الشكل النهائي ديال الصور والميرلا ديالنا، هذا هو الشكل النهائي. والشطون حنا درنا هاد البقيلة هادي على هاد الشكل على ما تقلع على خاطرها، وعاد دابا نوريكم الشكل النهائي. يلاه السلام عليكم وبالصحه والراحه، وجربوهم غادي يعجبوكم. يلاه السلام عليكم. هذه هي الطبيله ديال الغداء ديالنا البنات، كما كتشوفوا الكالامار، ها الصون والميرلا زويدنات، ها السردين، ها البقولة، الحامض، والفول، الديسير، وخبيزة، هادشي اللي كاين. بالصحة والراحة، يلا شهية طيبة، بسلام عليكم، باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.